تعالوا مع بعض نسمع فقرة هي من أهم الفقرات الثابتة معانا في برنامجنا كنوز، ألا وهي كنوز تجارب الحياة. في كل مرة هيكون معانا خبير متخصص مؤثر ناجح عنده تجربة في الحياة ينقل لحضراتكم كنوز هذه التجربة، فتفضلوا. يعني ليا قصة كده، وأنا بشتغل كباحث متواضع يعني في علوم الإدارة، ومن ضمن البحوث دي أنه يمسكوا العلوم ويشوفوا علاقتها بمثلا العلم اللي أنا متخصص فيه زي الإدارة أو الأشخاص المهمين جدا، ويشوف الإدارة في حياتهم عاملة إزاي. فكان من ضمن البحوث اللي اشتغلت عليها بحث اسمه الإدارة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، مش بتناوله من منظور ديني، مش تخصصي، ولكن من منظور الإدارة. والإدارة فكرتها قايمة على مبادئ معينة ثابتة، من أهمها فكرة اسمها الكفاءة efficiency. والكفاءة دي إنه يقولوا الكفاءة والفاعلية عاملة زي لما يكون واحد بيضرب سهم مثلا، فإذا أصاب السهم يبقى ده فيه فاعلية، لكن إذا أصاب السهم بعد لما رمى 1000 سهم ده فيه فاعلية أصابه، ولكن ما فيش كفاءة لأنه عمل مجهود كتير جدا، وقت كتير جدا علشان يعمل حاجة كان ممكن تاخد وقت أقل ومجهود أقل. الكفاءة إن الإنسان يوصل للهدف بأقل مجهود ممكن في أقل وقت ممكن. والواحد بقى مشغول هو إزاي يوصل بنصيحة سهلة يخلي الناس وهي بتشتغل وأنا أولهم، إزاي يبقى عندي كفاءة أوصل ليه وأنا شغال في البحث. فأول مرة أسمع أو أقرأ الكلمة دي من النبي عليه الصلاة والسلام، ما قل وكفى خير مما كثر وألها. وكأن دي اللي ربطة، شفت كأنك كده بتدور على حاجة وتلاع لك كنز فجأة. إزاي يبقى عندي كفاءة؟ أي حاجة تكفي أول ما تكفي يبقى هو ده بالظبط الحد اللي نتوقف عنه، أكتر من كده يلهي يزعج. فنمسك الكلمة ونفضل نجربها على كل حاجة، ما قل وكفى من الكلام خير مما كثر وألها من الكلام. ده البلاغة، فده يبقى الإفيشنسي في البلاغة. ما قل وكفى من المجهود خير مما كثر وألها من المجهود. الفلوس، الصحاب، شوف اللي عنده صحاب كتير قوي 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 فمشتتينه، ولكن ما قل وكفى من الصحاب خير مما كثر وألها من الصحاب. مبدأ الكفاءة efficiency اللي ماشي فيه في شركته في بيته في حياته ومعاه الكنز ده، المبدأ ده عفوا وكأني بشاور عليه كأنه مبدأ إداري يسهل عليه جدا حتى لو مش متمرس في الإدارة إنه يوصل للكفاءة.